بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها السادة المشاهدون في برنامجكم الوسطية، والذي نتطرق من خلاله إلى تصحيح كثير من المفاهيم التي نسبت إلى الشريعة الإسلامية، ونبين أخطاء الكثير ممن وقعوا في بعض الأخطاء الكبيرة التي خالفت فيها منهج الوسطية. تكلمنا في حلقات كثيرة وحلقات عديدة عن المعنى الصحيح لمفهوم الوسطية، وذكرنا صور وأمثلة للتطرف وللغلو الذي هو مخرج عن الخط الوسطي أو عن الوسطية، وأيضا تكلمنا عن التساهل والتنازل عن كثير من الثوابت أيضا التي تخرج عن مفهوم الوسطية. في هذه الحلقة سنستكمل بإذن الله تبارك وتعالى محاور غاية في الأهمية، وهي تتعلق في معنى ولاية الأمر أو تتعلق في معنى الإمامة. هذه المحاور نناقشها مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة، أمين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية. مرحبا بك دكتور عبد الله. حياك الله شيخ أبو الله، يحيي الله يبارك فيك وإياك. دكتور عبد الله، نحتاج إلى مزيد من التوضيح في مسألة الإمامة ومسألة ولاية الأمر، فحبذا ابتداء لو تحدثنا عن كيفية انعقاد الإمامة أو كيف تعقد الإمامة. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاستكمالا لما كنا بدأنا شيخ نعم. عواد، نأتي إلى هذه القضية الهامة بعد أن بينا أهمية منصب الإمامة وخطورة هذا المنصب ووجوب نصب الإمام وما للإمام والحاكم من حقوق وما عليه من واجبات، وكذلك بينا صفات يعني من يستحق الإمامة في حال الاختيار وفي حال الاضطرار إلى آخره، بينا مفهوم السمع والطاعة للحاكم، وبينا أن المسألة ليست كما يظن بعض الناس أننا ندعو لطاعة الحاكم بكل حال وبشكل مطلق، لا، بينا أنها إنما تكون طاعة بالمعروف على التفصيل الذي تقدم معنا في الحلقة الماضية. أما هذا السؤال الهام جدا، وهو كيف تنعقد الولاية، كيف يصبح الإنسان حاكما بطريقة شرعية؟ العلماء ذكروا في مصنفاتهم رحمهم الله تعالى طرق نصب الإمام، وكيف يتم تنصيب الوالي الحاكم، فذكروا منها أن يكون التنصيب بالاستخلاف، يعني الحاكم يستخلف رجلا بعده، وهذا الاستخلاف يكون بصور عدة، منها أن يعلن في حياته أن الحاكم من بعده فلان، أن يعهد لفلان، وهذا الذي يسمى في مصطلح علماء السياسة الشرعية ولي العهد. فإذا نصب الحاكم وليا للعهد، جميل، صح هذا التنصيب باتفاق العلماء، بحيث إذا توفي الحاكم الموجود انتقلت الولاية لمن؟ لولي العهد، ووجبت بيعته، وترتبت عليه كل حقوق ولي الأمر. وقد حكى الإجماع على هذه المسألة غير ما واحد من العلماء. هذه صورة من صور الاستخلاف، وقد ذكر جمع من العلماء بأن هذه الصورة تؤدي إلى الانتقال السلس للسلطة، وتؤدي إلى حفظ البلد من أن تشيع فيه الفوضى. ولذلك حتى في النظام الجمهوري والنظام الانتخابي وكذا، تجد هناك رئيس ومنصب نائب رئيس، يسد مسده إذا غاب، كذلك يتولى الجمهورية من بعده، وليس أمرا معيبا كما يظنه البعض، لا. الصورة الثانية أن يستخلف عند موته، إذا يعني توفي يستخلف، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع من؟ مع عمر بن الخطاب
رضي الله عنه وأرضاه. عمر أيضا استخلف نوع من الاستخلاف، وهو أنه جعل الأمر في ستة لا يخرج عنهم الأمر، ولذلك الفقهاء يقولون هناك استخلاف لمعين واستخلاف لغير معين، يعني وإن كان فيه شيء من التعيين لعينهم ستة أشخاص يتفقون حتى، وجعل معهم ابن عمر وأن ليس لهم الأمر شيء، ما يمسك الخلافة لكن يشاورهم ويشور عليهم بما يراه. فهذه وهذه هي طريقة الاستخلاف، وهي طريقة صحيحة، حكى النووي وحكى ابن عبد البر وحكى كذلك الماوردي الإجماع على صحتها، جيد، وأنه لا نزاع فيها أبدا. يأتي تنبيه يعني تذكرته قبل قليل، اليوم هناك من يطالب أو يدعي بأن الحاكم أو أن الشرع الإسلام لا يسمح للحاكم بأن يكون حاكما طول حياته حتى يموت يكون حاكم، يقول لك لا لازم يغير إلى آخره. وهذا هو إذا كان يراه يعني رأيا سياسيا هذا أمر آخر، لكن لا ينسبه للإسلام، لأن الإسلام لم يعرف إلا هذه الطريقة، وهي أن الحاكم يبقى حاكما حتى يموت. هكذا كان أبو بكر حكم حتى مات رضي الله عنه، وهكذا كان عمر حكم حتى مات، وهكذا كان عثمان حكم حتى مات، وهكذا كان علي رضي الله عنه حكم حتى مات. فهذه الدعوة هي في الحقيقة تخالف الإسلام، هي وإن كان يصح لو اتفقت دولة مسلمة على نظام رئاسي معين إن والله كل يمسك دورتين كل دورة 4 سنوات وكذا، بعدين إذا اتفقوا على هذا هذا أمر آخر، لكن لا يزعم أحد أن هذه الطريقة مخالفة للشرع أو أنها مخالفة للإسلام. ممتاز. هذه الطريقة الأولى قلنا هي طريقة الاستخلاف. الطريقة الثانية أن يختار الحاكم أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد يتصدون الأمر ويختارون حاكما ينصبونه حاكما بينهم. طبعا الناس من قبل كانت تتدافع، يعني لا تقبل هذه المناصب، تهرب عنها، بخلاف وضعنا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإمارة قد تكون يوم القيامة خزي وندامة. الحكام على قسمين شيخ عواد، هناك حاكم عادل، حاكم عادل مو معناه أنه ما يخطئ لا، لكن هو يتحرى العدل في حكمه، يتحرى أن لا يظلم أحدا من الناس، وهذا جاء فيه فضائل عظيمة، منها أن الله يظله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. الله أكبر. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله إلى آخر الحديث. وهناك إمام جائر، إمام حاكم جائر، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنها يوم القيامة خزي وندامة، وهذا هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من استرعاه الله رعية يبيت يوم يبيت وهو غاش لها فلن يرح رائحة الجنة. الله المستعان. الأمر ما هو سهل، الأمر عظيم وخطير، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم خيار أئمتكم، يعني خيار حكامكم، خيار ولاتكم، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم تذكرون بالخير ويدعون ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. الله هذا الحمد لله نحن ما عشنا في فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ميز بين هؤلاء وهؤلاء، لذلك كانوا من قبل يتدافعون الولاية ولا يرغبون بها ولا يحب القضاء، كانوا يهربون منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، ثم فصل عليه السلام أوصاف هؤلاء. وذلك كان يعني العلماء، كان السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين يهربون من القضاء.
وكانوا يعني يستخدمون المعاريض والتورية. أحدهم استدعاه الخليفة وأمره بالقضاء، فقال له: يا أمير المؤمنين، منذ سنة ما رأيت بها، يعني صار لسنة ما شفت فيها، جميل، وكونه ما يشوف فيها معناها ما يصلح يصير قاضي، فتركوه. وهو يقصد، مع أن عينه سليمة ما فيها شيء، لكن شنو كان يقصد؟ يقولون كان يقصد إصبعه، لكن ورى، قال: منذ سنة ما رأيت بها، ها؟ أو أنه قال: لا أرى بها. فحتى يهرب من القضاء، فكيف بمن يسعى ليتولى القضاء من تلقاء نفسه، يعني بطريقة لم تكن معهودة؟ مو معنى هذا أن نترك القضاء، أنا أطالب بأن يقوم الصالحون باقتحام يعني هذه المناصب الحساسة، يعني أن يدخلوا، تعينوا في القضاء، يتعينوا في النيابة، يتعينوا في غيرها، حتى يحفظوا حقوق الناس. طيب. جميل. والحمد لله يعني الـ الـ الأمر ميسر في البلاد. القضية الثانية أن أهل الحل والعقد يختلفون عن أهل الشورى. بعض الناس يظن أن أهل الشورى هم نفسهم أهل الحل والعقد، وهذا ظن خاطئ. ممتاز. أهل الحل والعقد يعرفهم العلماء بأنهم أهل القوة والشوكة في البلد، المؤثرون. هذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، أنهم أهل القوة والشوكة في السياسة الشرعية، يعني لهم تأثير على الناس. قد تجد عالما من أهل الشورى يستشار وهو مستشار، لكن ليس له تأثير على الناس، لو أمر الناس بشيء ما أحد يسمع له ولا يطيع له، بخلاف مثلا التجار، بخلاف رؤساء الطوائف، بخلاف مثلا يعني طائفة كذا رئيس فلان، أو مثلا حفظك الله أمراء القبائل، بخلاف زعماء العوائل أو زعماء الطوائف، يعني طائفة من الناس هذا يكون زعيما لهم، قبيلة ولا عائلة ولا غيره، جميل، يكون مؤثر في المجتمع، تجار غيرهم يكونوا مؤثرين، هؤلاء هم أهل الحل والعقد. فإذا اختار هؤلاء حاكما، جميل، واتفقوا عليه، لا يعني اتفقوا عليه أن ما في أحد خالف، لا، حتى لو خالف القليل لا يضر، وإنما المطلوب أن يحصل يعني جمع، يكون الأكثرية الذين اتفقوا، كما أشار هذا الإمام النووي رحمه الله، على تنصيب هذا الحاكم. إذا اتفقوا انتهى، هذا يصبح هو الحاكم، تجب له البيعة ويجب له سمع الطاعة، وتحرم مخالفته ونزع يده، ينزع اليد من الطاعة. طيب، بعض العلماء تكلم في مسألة، أن هل أهل الحل والعقد إذا كان بعضهم في بلاد ثانية هل يلزم أن نخاطبهم حتى يبايعوا أو كذا أو يوافقوا؟ قال العلماء: لا يلزم هذا، لكن إذا عقد يعني اتفاق أهل هذه البلد ووصل هؤلاء الخبر انتهى، وجبت عليهم البيعة وكذلك السمع والطاعة إلى آخره. نعم. هذه بعض الطرق لتنصيب الحاكم المسلم وفق ما جاء في الشريعة. والعلماء ذكروا طرق أخرى، الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان ذكر في مطلع تفسيره لسورة البقرة جملة من هذه المسائل، عند قوله سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، ذكر مسائل الاستخلاف وغيرها من الأمور. نعم. نعم. بارك الله فيكم دكتور عبد الله. هناك مفهوم غاية في الأهمية ونسمعه كثيرا، لكن يعتريه نوع من عدم الوضوح لكثير من الشباب وكثير من المسلمين، وهو مفهوم البيعة للحاكم. بعض الناس يعتقد أنه يجب أن يصافح الحاكم يدا بيد حتى تصح بيعته، والبعض يقول: أني لم أصافح الحاكم، إذن ليس له بيعة ولا أعتقد بيعته. وبعض من ينظرون أو بعض الدعاة أو من ينسبون أنفسهم إلى الدعاة يقولون أن ليس في عنقي بيعة لأحد على ظهر هذه الأرض. أبي أسمع الجواب منك دكتور عبد الله إن شاء الله بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نستكمل هذه الحلقة. مرحبا بكم أيها السادة المشاهدون مرة أخرى.
دكتور عبد الله، توقفنا عند مفهوم البيعة، وأن هناك كثير من الناس يعتقدون أن البيعة يجب أن تكون مصافحة يدا بيد حتى تجب على الشعب أو أفراد من الشعب، وهناك من يقول أنه ليس في عنق بيعة لأي حاكم على ظهر هذه الدنيا، فما صحة هذه المفاهيم؟ أولا حفظك الله ورعاك، البيعة يعرفها الفقهاء بتعريفات عدة، لكن من يعني أوضح هذه التعريفات تعريف من قال أن البيعة هي عهد من الرعية للراعي بالسمع والطاعة، أن يعطوه عهد على السمع والطاعة يعني، والبيعة يكون فيها نوع من إعلان يعني الرضا بالحكم، أن خلاص مو رضينا أنك تكون راضي عن الحاكم، لا، لكن أنك رضيت بأن هذا هو ولي الأمر وتسمع وتطيع له، حتى ولو كان أصلا ليس مرضيا عندك، تشوف أنه في غير أحسن منه أو كذا إلى آخره. فالبيعة هي عهد من الرعية للراعي على السمع والطاعة، يعطونه عهد. والبيعة فيها مسائل هامة جدا، منها أن البيعة تكون بالقول وتكون بالكتابة، بالخط أو بالكتابة أو حتى بالفعل. فالقول أن يقول أبايعك على السمع والطاعة بالمعروف، مثلا أبايعك على السمع والطاعة في المنشط والمكره إلى آخره ما لم أمر بمعصية، أو حتى لو قال أبايعك، أو حتى لو جاء أثناء البيعة وسلم ومشى، جميل، هذا يكفي. الفقهاء يقولون إن من تمام المبايعة من كمالها أن تكون باللفظ وباليد بالمصافحة، جميل، ولكن المصافحة ليست شرطا لصحة البيعة ولا واجبا فيها، بل هي مستحبة كما أشار هذا ابن عبد البر وغيره. فلو أن الإنسان بايع من غير مصافحة صحت بيعته. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما استتب الأمر لعبد الملك كتب يعني أبايع عبد الله عبد الملك بن مروان على السمع والطاعة إلى آخره، وإن بني على ذلك، فأرسل هذا الخطاب إلى عبد الملك بن مروان، لأن ابن عمر يعني كان في مدينة أخرى. نعم. البيعة شيخ عواد لا يشترط، لم يقل أحد من العلماء أن البيعة يجب أن تكون على الجميع، الجميع يجي بايع، لا، إذا بايع البعض ومنهم أهل الحل والعقد، حتى مو شرط كل أهل الحل والعقد، فقد تمت البيعة. ولا يشترط أن الإنسان بنفسه يذهب ويبايع، جميل؟ جميل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح الإمام مسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الله المستعان. ونحن نعتقد أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ومكان، فمن زعم أن هذا الحديث لا يطبق في هذا الزمان فهو كأنه يقول أنه غير صالح للتطبيق في هذا الزمان، عطل الشريعة. نعم، إذا قال لك أنا والله ما في عنق بيع، ما في أحد إلى آخره، جميل، وبايع، هو في الحقيقة قد يدخل تحت طائلة هذا الحديث وما فيه من الوعيد. فلذلك نقول بيعة الحاكم المسلم إذا كان حاكم بلدك مسلم وجب عليك هنا أن تبايعه، حتى ولو كان عنده فسق وعنده ظلم وعنده جور وعنده وعنده عنده، على ما تقدم من كلام العلماء والفقهاء رحمهم الله الذي أخذوه من الكتاب والسنة. نعم. في مسألة دقيقة سبحان الله يعني وجدت إجابتها في غير مظنتها، شخص يعيش في دولة غير مسلمة، هل عليه بيعة أم لا بيعة عليه؟ أجاب عن هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب النكاح من بلوغ المرام، فقال رحمه الله إن مثل هذا الشخص عليه أن يبايع حاكم الدولة المسلم، إذا كان في حاكم مسلم يبايع حتى ولو كان في دولة
مجرد أن يعتقد بيعته، يعتقد بيعته في قلبه أنه يبايع فلان، بحيث أنه استنفر يستنفر، إذا كذا إلى آخره. فالأمر ليس بهذه السهولة التي يظنها هؤلاء المتحدثون، هدانا الله وإيام سواء السبيل. أمر البيع أمر خطير، وكونك تعيش في دولة حاكمها مسلم وتلتزم نظامها وتعلن هذا، وربما تطالب بتطبيق النظام والقانون وإلى آخره، هذه في الحقيقة إعلان يعني ضمني للبيعة لهذا الحاكم ولهذا السلطان. نحن يا شيخ عواد لا نجامل في ديننا، ممكن نقول أي كلام يرضي الناس يرضي الشعب، ونسمع التصفيق ونسمع كذا، لكن عندي حديث بهذا الوعيد، وفي صحيح الإمام مسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الوعيد في ميتة جاهلية، وما يترتب عليه، حتى العلماء اختلفوا هل يفهم من هذا أنه يموت كافرا أو كذا إلى آخره. الأمر في غاية الخطورة. هل يراد مني أني أنا أترك هذا الحديث الواضح البين في صحيح الإمام مسلم وأتبع آراء واجتهادات دعاء ومشايخ قد يكونون من خيرة المشايخ لكنهم خالفوا باجتهادهم الخاطئ حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفيقول مسلم أني أنا في هذه الحال والله أسمع فلان وأترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث لي ولك ولكل شخص مسلم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم يتناوله هذا الكلام، الكلام المحمدي، لما قال عليه السلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والله المستعان. نعم، بارك الله فيكم دكتور عبد الله. هذا الكلام الغاية في الأهمية، وأنه لا يمكن لمسلم يعيش في هذه الدنيا إلا ويكون في عنقه بيعة امتثالا لهذا الحديث وفرارا من هذا الوعيد. لا. تمام. لكن في هناك البعض يعلل أن هناك أحاديث موجودة وأن هذه الحديث لا تثبت وأنها غير صحيحة وأنها تعين مثلا الحاكم على ظلمه وتبرر له إلى آخره. فحبذا لو أعطيتنا شيئا من التفصيل في جملة وردت في صحيح مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. لأن هذه الجملة صار عليها جدل كثير وكبير جدا. نعم. أولا شيخ عواد، هذه اللفظة جاءت في صحيح الإمام مسلم. نعم. وتمامها يعني تسمع وتطيع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. نعم. وهذه اللفظة يعني حتى أكون منصفا معك مع الأخوة المشاهدين، ضعفها جمع من العلماء، ضعفوا اللفظ من حيث المبنى، مع أنهم يصححون أحاديث كثيرة أخرى تشهد لهذا المعنى. طبعا هو المعنى المقصود في هذا الحديث أن الحاكم حتى لو أخذ بعض حقوقك أخذ مالك، لا يصح أن يقال أن هنا أخذ، إذا أخذ مالك حدا، لأن إذا أخذ مالك حدا ها شو اللي زعلك منه؟ ما في شيء. صح. هذا قاعد يقيم الحق والعدل. صح. لكن الحديث أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه بيان شدة جور وظلم بعض الحكام المسلمين، ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة لهم حفظا على المصالح العامة كما تقدم. نعم. يذهب بعض حقك خير من أن يذهب كل حقك. فهذه انتقدها جمع علماء، الدارقطني وغيره، بعض العلماء المعاصرين إلى آخره، وصحها جمع منهم الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة. هذا الحديث مع حديث أخرى، مثلا حديث: سيكون فيكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، يسنون بغير سنتي يهدون بغير هداي. اللفظ الآخر: سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. شوف، وكلها يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، ويأمر بالسمع والطاعة وأن تأمر عليكم عبد. وقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألوننا حقهم؟ ها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ثم وفي رواية قال: ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أثرة يعني يستأثرون الحكام بالأموال بالمناصب بغيرها، ومع ذلك أنت مأمور شرعا بالصبر على هذه الأثرة حتى لا تترتب مفاسد أعظم. لكن لا يقال إن هذا الحديث يعين الحاكم على ظلمه،
جميل ممتاز. هذا الفهم خاطئ. هذا مثل يعني مثال آخر في قوله تعالى عن الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ها فلا تطعهما ثم وصاحبهما في الدنيا معروفا. والداك لو ظلموك أشد أنواع الظلم، يدعونك إلى الشرك، ها لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أعظم أنواع الشرك الظلم، ومع ذلك لا تطيعهم في هذا الظلم الذي دعواك إليه، وفي الوقت نفسه تأمرك الشريعة ويأمرك الله عز وجل أن تصاحبهما في الدنيا معروف. هل يقول قائل إن الشريعة هنا أو إن هذا النص القرآني يدعو ويزين للوالدين الظلم والدعوة إلى الشرك؟ الجواب لا. لا. كذلك هذه الأحاديث التي فيها بيان يعني أهمية الصبر على ظلم الحاكم وعدم نزع اليد من طاعة وعدم الخروج عليه وعدم شق العصا إلى آخره، لا يفهم منها أنها تعين الحاكم على ظلمه، لا أبدا. هو لو ظلم سيحاسب على هذا الظلم، وقد تقدمت معنا أحاديث فيها وعيد للسلطان، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية يبيت يوم يبيت وهو غاش لها فلن يريح رائحة الجنة. أمر ليس بالسهل. فلا يقال إن والله هذا الحديث يعين الظالم على ظلمه، لا، هذا يبين هناك ظالم وهنا مظلوم. الظالم له خطاب ورسالة خاصة، والمظلوم له رسالة وخطاب خاص. هذا الخطاب موجه للمظلوم أنك اصبر، لأن عدم صبرك وعدم احتمالك ولأن خروجك للحاكم ومبارزتك له ستكون مفسدتها أعظم. إذا أخذ بعض مالك سيأخذ المال كله، وإذا كان يجلد ظهرك ظلما وعدوانا سيقتلك، سيؤدي ذلك إلى ما هو أعظم، إلى القتل أو إلى ما هو أعظم. ولكن هذا الفعل شرعا لا يجوز، حرام شرعا أن الحاكم يفعل هذا الفعل أبدا، ولا أحد يسوغ للحاكم أن يفعل مثل هذا الفعل في رعيته، أن يجلد أحدا ظلما أو أن يأخذ من أمواله. كل الأحاديث تحذر من هذه الأشياء هي داخل فيها الحاكم. نعم. ممتاز، بارك الله فيكم دكتور عبد الله. أيضا هناك كلام حول من يزينون للحاكم الظلم ومن يتقربون إليه ومن يقولون بما يرضي الحاكم فقط. نعم. ويعني يرمز لهؤلاء في كثير من الوسائل اليوم، يرمز إليهم بوعاظ السلاطين. نعم. فما حقيقة هذا اللفظ وما حقيقة وجود هؤلاء؟ نعم. أما حقيقة اللفظ فهو أن يقال وعاظ السلاطين أو علماء السلاطين، وأنا معهم في هذا اللفظ، وهذا لفظ صحيح. ممتاز. وكذلك وجود أشخاص يزينون للحاكم الشر، ها، بل يعني شوف، في شخص يجي يبرر الحاكم إذا وقع في ظلم، يبرر له يقول ترى طال عمرك هذا مو ظلم، وسيدنا الرئيس هذا مو ظلم، وهناك من هو إبليسي بحيث يأمر الحاكم بالظلم، يقول له تبي تفعل كذا، تبي تقهرهم افعل كذا وكذا مما هو ظلم، وافعل كذا وكذا إلى آخره. فهذا الصنف، هذا الصنف كلاهما موجود. والعلماء قديما كانوا يقسمون الدعاة والعلماء إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام هامة: علماء ملة، وعلماء دولة، وعلماء أمة. ممتاز. خلنا يا شيخ عواد نأخذهم واحد واحد. نعم، نحتاج إلى تفصيل. أنت عندك فاصل شيء؟ لا 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 أبد. جميل. الأول عالم الأمة، هذا العالم والداعي الذي يحرص على مرضاة الجماهير. ماذا يريد الجماهير؟ يقول بقولهم. ولذلك أنت إذا تأملت في بعض هؤلاء وأمثالهم تجدهم يضطربون في الفتوى، هنا فتوى بالجواز وهنا بالتحريم، هنا يفتي بأن هذا من الجهاد وهنا يفتي بأن هذا جريمة عظمى. جميل. هنا إلى يعني مثلا أحيانا قد تجد شخصا في بلد يصف الثورة على الحاكم بأنها جهاد،
هو نفس المفتي يصف الثورة على الحاكم في بلد آخر بأنه خروج، ويطالب الحاكم الآخر بقتل المتظاهرين. الله شوف مستعد. هذا ليش هذا يريد يرضي، هنا الشعب يريد أن تقول له جهاد، وهنا الشعب كذا إلى آخره. نعم دكتور عبد الله استأذنك في هذا الفاصل ثم نكمل هذه النقطة. أعزائي المشاهدين فاصل ثم نواصل هذا الكلام الماتع، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها السادة المشاهدون مرة أخرى لنستكمل هذا الحديث الشيق مع فضيلة الدكتور عبد الله الشريكة. دكتور عبد الله، تكلمت قبل الفاصل عن أنواع العلماء وأن العلماء قسموهم إلى علماء ملة وعلماء دولة وعلماء أمة. نعم. كان الحديث حول علماء الأمة الذي كان عندهم نوع من التناقضات. نعم، قلنا أن علماء الأمة هم الذين يحرصون على مرضات الجماهير، ماذا يريد الجمهور يعطيهم. إن صح التعبير أشبه ما يكون بمن يقال فيهم ما يطلبه المشاهدون أو الجماهير أو الناس إلى آخره. وهذا لا شك باب فتنة عظيم، ولا شك أن الإنسان قد يفتن فيه. يعني اليوم يمكن نسميهم الباحثين عن الشهرة، جميل، في أي مكان، في حسابات معينة، يعني في برامج التواصل يحرص أن ما يصادم الناس من أجل كثرة المتابعين وتكثيرهم وكذا إلى آخره، يحرص أن ما يقول لهم ترى هذا الفعل حرام علشان لا يزعلون إلى آخره أو كذا. الصنف الثاني وهم علماء الملة، خلني أبدأ فيهم قبل الثاني الأخير. نعم. علماء الملة هم الذين لا يفتون إلا وفق الملة الصحيحة، إلا ما تمليه عليهم ملتهم الشريعة الحقة، علماء دين فعلا. لا يرضي الحاكم بفتاواه إذا كانت تخالف الشرع، ولا يرضي المحكومين بفتاواه إذا كانت تخالف الشرع، وإنما يجيب بما يدين الله عز وجل به أنه هو الحق وهو الصواب، هو الذي دل عليه الدليل من الكتاب والسنة وقرره العلماء السابقون. الصنف الثالث علماء دولة، هؤلاء هم الذين نسميهم علماء السلاطين، وعاظ السلاطين، الذين لا يفتون إلا بحسب ما تريد منهم الدولة وما يريده منهم النظام، حتى وإن كانت الفتاوى تخالف الشريعة، حتى لو كانت هذه الفتاوى مصادمة للشريعة، مصادمة الشرع صدام واضح وصريح. أفتى بعضهم بتحريم تعدد الزوجات، أفتى بعضهم بأن صوم رمضان ليس بواجب، أفتى بعضهم بقضايا أخرى نكراء، نسأل الله العافية. وهؤلاء هم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في بأنهم في آخر الزمان وينطق الرويبضة، قالوا وما الرويبضة رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام، وهو الذي قال فيهم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في صحيح الإمام مسلم، حين سأله هل بعد هذا الشر من خير، هل إلى، ثم قال دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. شوف سماهم دعاة وأخبر أنهم على أبواب جهنم، كانوا يدعون الناس إلى جهنم. من أطاعهم هؤلاء الدعاة قذفوه فيها، قذفوه في نار جهنم. ليفتي للناس بحرمة الحلال أو يفتي بحلية الحرام، ويزين لهم فعل الحرام وأن الشرع يجيز وأن هذا حلال وأن هذا كذا إلى آخره. في فتاوى كثيرة نسمعها ونراها ونتابعها في النت وعلى الواقع مع الأسف الشديد، هؤلاء من هذا الصنف. فعلماء الدولة هم علماء السلاطين كثير. نعم. والحقيقة يا شيخ عواد أن بعض الناس إذا التقى بالحاكم أظهر له وجها، وإذا التقى بالناس أظهر لهم وجها آخر. اللهم استعان. يعني عند الحاكم والسلطان يكون إنسانا آخر، يدعو إلى التهدئة وإلى كذا وحرمة المظاهرات والثورات إلى آخره،
وإذا خرج على الناس هيجهم وشجعهم وإلى آخره من الوسائل النكراء التي لا تجوز. نعم. فهؤلاء علماء السلطة لا شك أنهم موجودون، نسأل الله السلامة، ولا شك أنهم يزينون للحاكم الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن هؤلاء فقال كما في جامع الترمذي، يعني ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا جعله بطانتين، بطانة تأمره بالمعروف وتدله عليه، وبطانة تأمره بالشر وبالمنكر وتدله عليه. نسيت الآن هل قال الشر ولا المنكر؟ إحدى اللفظتين وتدله عليه. وهذا موجود اليوم، موجود بكثرة في حكام اليوم، اللي تجد له مستشارين يأمرون بالشر يدلون على المنكر إلى آخره، يزينون له هذه الأشياء ويقبحون في عينيه يعني إقامة العدل وإقامة الشرع ويعني حماية الشريعة وحماية دين الناس ودنياهم. هذا مع الأسف موجود. نعم. وهؤلاء هم الذين نسميهم بهذا الاسم. لكن خلني أكون معك منصف، اليوم بعض الناس إذا دعوتهم لطاعة ولي الأمر في غير معصية الله صنفك بأنك من علماء السلطان، من وعاظ السلاطين. إذا قلت يا أخوان لا يجوز خروج على الحاكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، صنفك بأنك من علماء السلاطين أو من وعاظ السلاطين. وإذا وعلى هذا فقس، يعني هناك أشخاص إذا خالفتهم فيما يهوونه وما يريدونه اتهموك بهذه التهم، هدانا الله وإياهم سواء، وهذا والله اتهام لا يجوز. نعم. لأن كثيرا من هؤلاء الذين يتهمونهم تجدهم من أهل الصلاح. صحيح. تجدهم إذا اختلوا بالحاكم نصحوه وأقاموا عليه الحجة وبينوا له وذبوا عن حقوق الناس وأمروا بإقامة العدل إلى آخره. لكنه عند الناس لا، يدعو الناس إلى التهدئة وعدم شق العصا وحفظ البلد وحفظ الأمن إلى آخره من الأمور. الله المستعان. بارك الله فيكم دكتور عبد الله. هذا الكلام يجرني إلى سؤال مهم جدا، وهو الخروج، مفهوم الخروج وأنواع الخروج. بعض الناس الآن قد يفعل أفعال يقول يا أخي هذه لا تعتبر من الخروج على الحاكم، أريد أن أخرج أتظاهر أعبر عن رأيي أفعل ما أفعل أخرج في مسيرات في الشوارع وغيرها، فهذا يقول ما يعتبر يعني من الخروج وليس له علاقة بالخروج، وإنما أنا أعبر عن رأيي بوسيلة سلمية. فحبذا دكتور عبد الله لو كلمتنا عن الخروج وأنواع الخروج كمحور أخير في هذه الحلقة. أظن أنني لست بحاجة لأن أسرد النصوص الشرعية. نعم. التي تدل على حرمة الخروج على الحاكم المسلم ونزع اليد من طاعته. نعم. لكن قد نختلف مع هؤلاء الأخوة وفقنا الله وإياهم الخير في بعض الصور التي ربما قال بعضهم أنها من الخروج وبعضهم يرى أنها ليست من الخروج. أولا الخروج شيخ عواد مفهومه هو نزع يد الطاعة عن الحاكم، واحتمال احنا يعني انا اشور عليك هذا اذا وافقت جزاك الله خير ان نخصص حلقة خاصة عن الخروج نقدم لها بهذه المقدمة ان شاء الله اليسيرة. انا الحين ما ادري كم معنا من الوقت حتى تفضل يعني هذه بقي بعض من يعني بعض الدقائق باقي. نعم. طيب الخروج حفظك الله ورعاك العلماء يقسمونه الى قسمين، خروج بالفعل وخروج بالقول. خروج بالفعل المعروف أن الإنسان يخرج على الدولة ويسعى لقلب نظام الحكم ونزع يد الطاعة إلى آخره ويسعى للقتال إلى، وهذا الخروج هو الذي ذكر على ألسن الصحابة كثيرا لما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أفلا نابذهم بالسيف أنا إلى آخره، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تفعلوا اسمعوا أطع اصبروا حتى القول على الحوض إلى آخره. مفهوم الثاني الخروج هو الخروج اللساني، الخروج بالقول، وهذا أن بعض الأشخاص يدعو الناس للخروج يزين لهم الخروج على الحاكم. جميل. وهؤلاء يعني الذين يتصفون بهذه الصفة العلماء السابقون منهم الحافظ بن حجر يسميهم بالخوارج القعادية. نعم. يعني شنو خوارج قاعدية؟
شور خوارج وقعدية؟ يقول هم الذين يزينون الخروج للناس ولكنهم لا يخرجون، لا يشاركون فيه. ممتاز. لكنهم قاعدين يزينون الخروج، وتزيين الخروج قد يكون بشكل صريح أن يقول اخرجوا، اخذوا حقكم، سووا كذا وافعلوا كذا، وقد يكون بصورة غير مباشرة. يعني بعض الناس يبدأ يذكر معايب الحكومة والدولة ومعايب الحاكم وكذا ويزهد آخر. أنا أقول كثير من هؤلاء لا يقصد هذه النية السيئة أن يزين لهم الخروج، لكن هناك من قد يقصد هذا. هذا أولا. ثانيا، نفس هؤلاء الذين نيتهم صالحة لكنهم عددوا وأكثروا من ذكر هذه الأشياء، هم سيزينون الخروج ويسهلونه للناس، شعروا أم لم يشعروا. ولذلك العلماء صنفوا هذه الأشياء كلها بأنها من الخروج، أنك والله تقعد تذكر مثالب الدولة ومعايبها وكذا إلى آخره، وتغرس في قلوب الناس كره الحاكم وكره الدولة، يصنفون هذا الأمر أنه من الخروج. نعم. طبعا الكلام في الخروج شيخ عواد أنا أتمنى أن يكون إن شاء الله حلقة نخصص له حلقة خاصة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن دكتور عبد الله كتوجيه أخير، ما هو دور الدعاة والعلماء في مثل حالات الدعوات إلى الخروج؟ ما هو دور العلماء وما هو دور الدعاة؟ الحقيقة أن الدعاة إلى الله واجبهم عظيم في هذا الشأن، وهو أن يتصدوا لمثل هذه الأشياء بتوجيه الناس وتعليمهم وبيان الحق لهم وذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام التي تنهى عن الخروج. بعض الناس ممكن يقول لك يا أخي أنتم ما إذا صار أي حراك ولا كذا طلعتوا على الناس قلتوا ولا تأمر وكذا. يا أخي أنا لو عندي من جيراني أب تخاصم مع أولاده وصار بينهم شجار وكذا إلى آخره، ورحت قلت حق الأولاد يا أولاد يا شباب يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول طاعة الوالدين وبر الوالدين كذا، يطلع لي واحد يقول يعني الحين توك جاي ما كل ما تهاوشنا مع أبونا جيت قلت له بر الوالدين؟ طبعا لابد أذكرك، وأنت كذلك إذا اختلفت مع الدولة لابد نذكركم من هذا الباب. وإذا قعدنا مع المسؤولين الكبار وغيرهم بينا لهم نصحناهم بالتي أحسن بوفق الضوابط الشرعية، نبين لهم الخلل اللي موجود، إذا علمناه الفساد الإداري المالي إلى آخره. من يسلم اليوم من هذه الأشياء؟ لا أحد يسلم. لكن أن نترك المجال، طبعا يعني بعض الدعاة قد يجيه الشيطان ويقذف في قلبه الخوف، أخاف أواجه الناس، ما أبي أواجه الناس، لا خلني كذا، لا مش عارف إيش إلى آخره. أنت هنا تحتاج لجهاد النفس ولجهاد الناس حتى لا تكون من علماء الأمة، تبين لهم أن هذا يا إخواني ما يصلح، الله يجزيكم خير، وأنا أعرف أنكم تبون الإصلاح لكن ليس بهذه الطريقة لك. وأنت أعرف شيخ عواد يعني ذكرنا هذا مرارا أن غالب اللي في الكويت مثلا غالب اللي يتبنون هذه الأشياء هم فعلا يريدون الإصلاح ولا يريدون الخروج، ولا هم للدولة ولا هم لسمو الأمير ولا هم للأسرة إلى آخر، ما عندهم شك في هذا، لكن أخطأوا في الطريقة خطأ ما هو سهل، خطأ مرعب، خطأ نخشى من عواقبه. نعم. وفي هذا المقام يجب على الأخوة الدعاة أن يبينوا لهؤلاء الأخوة من خلال الخطب مواقع التواصل والقنوات وغيرها، يبينوا لهم خطورة هذا المسلك ويحثوهم حثا شديدا على لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام. نعم، بارك الله فيكم دكتور عبد الله، وهذه أعتبرها دكتور يعني دعوة صريحة إلى العلماء وإلى الدعاة أن ينزلوا إلى الناس وأن يبينوا حكم الله تبارك وتعالى في مثل بعض الأخطاء التي يرتكبونها، خصوصا فيما يتعلق بالخروج والمظاهرات وغيرها من الأمور التي يترتب عليها يعني جر ويلات على البلد وعلى الشعب وعلى غيرها، أو تعطل مصالح البلد بشكل عام. أشكرك دكتور عبد الله على طرح هذه الفوائد وهذه الدرر التي يعني أسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتك. بارك الله فيكم دكتور عبد الله، وإن شاء الله تكون لنا حلقات قادمة ومحاور قادمة إن شاء الله تكون صريحة كما عهدنا منك دكتور في هذا المجال، فلك جزيل الشكر. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، آملين أن نلقاكم في حلقات قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.